انا هقول حاجه في نص دقيقه. يمكن ناس بتبعت لنا على السوشيال ميديا وهنا على صفحه انبوكس في منشور على الفيسبوك بيحذر الناس من المسكنات بشكل كامل، ان كل المسكنات بتعمل فشل كلوي، احترسوا من المسكنات، المسكنات دي مش عارف ايه، وعاملين قائمه الفشل الكلوي وجايبين كل المسكنات فيها. كلام طبعا غير معقول لسبب. اي دواء يا جماعه لو اتاخد بجرعه سليمه مفيش منه ضرر. صح. اي دواء حتى المسكن لو اتاخد تحت اشراف طبي مفيش اي ضرر. الطبيب لما الاقي منشور مثلا الفشل الكلوي في كيس ويجيب كيس كتافاست مثلا بتاع الصداع، لا ده مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. انا مثلا لو طبيب كاتب لي، يعني معنى كده ان لو طبيب كاتب لي كتافاست وبصيت بقى على المنشور ده معنى كده ان الدكتور ده هيموتني. لا مش كده يا جماعه خالص. الفكره كلها المسكنات كترتها واستعمالها العشوائي خطر. ممكن يعمل فشل كلوي اللي هو الجرعات العالية والشكل العشوائي من الاستعمال. إنما الدواء بجرعات سليمة تحت إشراف طبي لفترة محدودة مفيش أي مشاكل خالص، خدوا علاجكم عادي وما تخافوش من الكلام اللي على النت الارتجالي ده. الدواء آمن طول ما هو تحت وصف طبيب وجرعات سليمه. بالظبط، يعني ما نفرطش عامه في استخدام، بس المهم يكون تحت اشراف متخصص. بس انت اصلا يا دكتور على طول في الكبسوله بتقول لنا حتى الحاجات المفيده لما بتزيد عن حدها ممكن تضرنا، فدي حاجه مهمه جدا.